السلام عليكم يا باشمهندسين، سامعني؟ الصوت واضح تمام، اتفضلي. معاكم باشمهندسة خضرة. كنت مبتدئة مع باشمهندس محمد في ورشة رمضان السنة اللي فاتت 23، ولحد الآن معاه برضو. يعني طبعا يعني ربنا يجازيه كل الخير. احنا استفدنا منه جدا في ورشة رمضان. بعد كده انتقلنا لورشة الوان زون، وطبعا دي برضو نقلتنا واستفدنا منها جدا بطريقة البلوك. بعد كده انتقلنا لورشة التيم، ودي اللي احنا بنعرض لحضراتكم الفايل بتاعها، الشيت النهائي بتاع الورشة دي. كنا مجموعة مع بعض 5 مهندسين أو 6، أعتقد 5 تقريبا. اشتغلنا الاستوديو كامل، بس بمساحة أكبر عن الاستوديو اللي هو اللي كان قبلي، مش الوان زون. احنا انتقلنا من الوان زون للاستوديو. استوديو كان فيه نظام الالف، ودي كانت برضو حاجة جديدة عليه واشتغلنا بيها واستفدنا بيها. هو الصوت لو بيقطع يبقى من النت غالين فيها. ده الشيت بتاعها. خدناه خطوة خطوة مع الباشمهندس، وعرفنا ازاي نقدر نجيب الماتيريال من الكتاب، ازاي نسرش على الداتا نفسها، وازاي نجيبها بطريقة صح، مش أي يعني مش أي معلومة وخلاص نلاقيها. ولازم تكون كل حاجة احنا عاملينها في الرسومات تكون موجودة في الكتالوجات وموجودة في السوق. ودي طبعا الشيتات اللي هي بتاعت الاستوديو اللي احنا اشتغلنا عليه. ده كده شيتات الاستوديو بالكامل. بعد كده اخدنا كل فراغ لوحده وعملنا له الشيتات بتاعته بالقطاعات، بكل حاجة، بكل تفاصيل الاستوديو. وطبعا يعني الحمد لله ان احنا وصلنا للنتائج دي مع بفضل باشمهندس محمد ومتابعته. اهم حاجة المتابعة، وان انت وان يعني حضراتنا نتابع مع باشمهندس محمد كتير، واللي هو يعني التعديل ما نراكمهاش علينا عشان نستفاد ونفيد بعض. بس فأهم حاجة المتابعة، وان انت ان يعني انتم تعدلوا كل حاجة على طول ودايما، ما نستناش. وأي حاجة توقفوا فيها باشمهندس محمد يعني استحالة ان هو بيأخر نفسه عن أي حاجة، كل الأسئلة بيجاوبها وبيقولها وبيعرفك ازاي الطريقة اصلا تجيب المعلومة. فهي ورشة جميلة جدا وتجربة ممتعة واستفدنا بيها، والحمد لله ان احنا وصلنا للمستوى ده. يعني ممكن برضو باشمهندسة أمينة تشارك برأيها في الورشة عامة. السلام عليكم. يعني زي ما قالت الباشمهندسة خضرة، كانت تجربة أكثر من رائعة. يعني إحنا ابتدينا خطوة خطوة مع الباشمهندس محمد، وكنا يعني في مستوى أقل من هيك. وبعد ورشة الاستوديو الأولى تعلمنا إزاي ناخد كل فراغ بكل تفاصيله، ونعمل بلوكات ونرسم الحاجة من أولها. هي الصراحة خدت منا وقت، بس كانت تعلمنا فيها كتير. صرنا ما نجيب بلوكات جاهزة، صرنا نرسم كل بلوك لحاله. وتعلمنا كمان إن إحنا ننظم الفايلات يعني بميثود جديدة هي الإكسريف، وكان يتابع معانا أول بأول. والله يجازيه كل خير، يعني هو والتيم. وانتو شايفين يعني احنا وصلنا لنتائج حلوة.
كله بفضله، بفضل ربنا وفضل التيم اللي بشكرهم يعني من كل قلبي. وإن شاء الله أنتم كمان توصلوا لهالنتائج وأحسن من هيك إن شاء الله يا رب. فإذا حابة تكمل أنت يا باشمهندسة خضرة كملي، يعني زي ما شايفين إحنا أخذنا كل زون لحاله واشتغلنا عليه من البداية حتى النهاية، بالقطاعات، بالأكواد، بالفرنتشر بلان، بالأسقف، بكل حاجة. فكانت تجربة أكثر من رائعة يعني بصراحة، وتعلمنا فيها كثير. هو بس الإضافة اللي أنا يعني ممكن أضيفها على اللي إحنا قلناه، إن يعني اللي حضراتكم شايفينه ده كله يعني بفضل باشمهندس محمد بعد ربنا. طبعا كل الورشات اللي إحنا أخدناها بعد الاستوديو وبعد الوان زون دي يعني مجانية. يعني حاجة كده اللي هي إيه بصراحة، يعني احنا مش انا مش عارفة اشكره ازاي بجد، لان هو ادانا يعني فرصة عظيمة جدا. وانا حاليا الحمد لله الحمد لله دخل لي شغل بفضل الكورس ده، وحاليا شغالة فيه يعني على النظام اللي هو نظام ليوان. انا دخل لي شغل من ان انا عرضت شغلي ده يعني شغل الورشة على ناس، فادوني شغل خاص. يعني صدقوني بجد هتستفادوا جدا من الورشة، وهتفيدكم وفي حياتكم وفي شغلكم وفي كل حاجة. يعني ربنا يجازيك كل الخير، يعني بجد 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 مش لاقية اي حاجة ان انا اقولها اكتر من كده يعني. ولو أي حد حابب إن هو يسأل على أي حاجة، تمام أنا مع حضراتكم. مساء الخير يا باشمهندسين، يا رب حضراتكم تكونوا بخير. معلش أنا باشمهندس كملت محمد، أشارك، أنا مع حضراتكم بس يعني كملت أشارك من بدري، بس بحاول بس إيه يعني أتابع مع حضراتكم. وطبعا بشكر كل الناس اللي حضرت معانا النهارده. إن شاء الله بإذن الله حتى آخر أسبوع أكون في ظروف أفضل وأقدر أتابع مع حضراتكم إن شاء الله. طبعا بشكر كل الناس اللي اتكلمت عن مستوى الورشة، وبشكر كل الناس اللي اتكلمت هنا في الحضور 3 محاضرات. وأتمنى إن شاء الله إن أنتم توصلوا لنتائج كويسة في خلال فترة الورشة، وفي انتظار تطبيقاتكم إن شاء الله في خلال 2 أو 3 أيام. يوم الجمعة هيكون في متابعة مع حضراتكم إن شاء الله. وبشكر باشمهندسة خضرة كل المتشاركين معانا على الكلام اللي حضراتكم قلتوه. واحنا طبعا زي ما وضحت لحضراتكم، اهم حاجه بالنسبه لنا ان الواحد يكون بيستعد وبيسعى ان هو يوصل لحاجه ويتعب عشان اقدر افيدكم بكل الخبرات اللي انا قدرت اكتسبها في خلال فتره الدراسه او في خلال فتره سوق العمل مع حضراتكم ان شاء الله. وشكرا لحضراتكم جميعا، واسيبكم تقدروا تسالوا الاسئله للمشتركين معانا وخدمه العملاء لو عندكم اي. أي مساء الخير، حضراتكم سامعيني كده؟ ايوه كده الصوت تمام. انا عايزه اقول لكم بتكلم من بدري جدا بس ما كانش فيه صوت خالص، مش عارفه فيه ايه. اولا حابه اشكر باشمهندسه خضره باشمهندسه امينه على البرزنتيشن بتاعهم، وحابه اعمل لكم لينكينج بس احنا ليه حبينا نعرض المشروع بتاعهم. هو طبعا المشروع بتاعهم زي ما حضراتكم شايفين نيو كلاسيك. طبعا هم بذلوا مجهود كبير جدا جدا في المشروع. حابة بس أسألهم كام سؤال كده قبل ما، يعني احنا صراحة عطلناهم وأرهقناهم كتير ان هم انتظرونا على نهاية الزوم. فممكن باشمهندسة أمينة بس لو تفتحي المايك. أيوة مع حضرتك. ايه انا عايزه اول حاجه عايزاكي تنصحي زمايلك المشتركين في ورش ليوان عموما، ايه اهم نصيحه ممكن تقدميها لهم خلال دراستهم في الورشه؟ المتابعة
وإنهم ما يبطلوش يعملوا سيرش على النت، عشان هي الأهم حاجة. يعني إحنا تعودنا في الورشة إن إحنا ما نرسمش خط قبل ما نعمل سيرش، عشان نكون عارفين خلفية الموضوع كيف، وبتسهل علينا الأمور. وكنا بنتابع تقريبا كل يوم قبل بعد صلاة الفجر مع الباشمهندس محمد الكاشف في ورشة الاستوديو، كتر خيره. يعني ما بيبخل علينا بأي معلومة، وكل وقته ومجهوده إلنا. فيعني احنا ما وصلناش للنتائج دي إلا بعد متابعة، وبعد كمان سيرش في النت، وبعد تعب طويل. بس الحمد لله، زي ما بيقول الباشمهندس، بعد التعب نلنا اكسبيرينس حلوة. وبعد الاستوديو بعد ورشة الاستوديو دخلنا على ورشة استوديو تيم، وكانت تجربة أكثر من رائعة. يعني تحدينا فيها أنفسنا، والحمد لله وصلنا النتائج. يعني احنا راضين عليها وفخورين بيها، وعم نعرضها على حضرتكم يعني. وإن شاء الله تكون عجبتكم البرزنتيشن. فأهم شيء المتابعة المتابعة والمتابعة، والتوفيق من عند الله إن شاء الله. هو طبعا كلنا فخورين بالنتيجه اللي حضراتكم واصلين لها، والمجهود اللي انتوا بذلتوه واضح جدا جدا في البرزنتيشن. طيب، من وجهه نظرك ايه هي يعني نقاط القوه اللي موجوده في الورشه اللي انتي لمستيها فعلا خلال شغلك مع الباشمهندس؟ أنا في الأول يعني قبل ما بشترك في الورشة، كنت أخاف يعني أعمل بلوكات يعني أرسمها بإيدي. كنت بجيب بلوكات جاهزة، وكنت يعني مش عارفة النسب، ويمكن مرات برسم شيء ومش فاهماته. بس بعد ما اشتركت في الورشة، فهمت إنك يعني لما بترسمي حاجة أنت مش فاهمتها، مش راح تضلها راسخة في الذهن. لازم تفهم الشغلة، عشان لما ترسميها على قاعدة وخلاص، بعدين بتصيري مور كونفيدنت. فيمكن الشيء الإيجابي اللي أخذته أكثر شيء إني صرت مور كونفيدنت، يعني ما صرت بخاف إني أعمل قطاعات. في الأول كنت بخاف القطاعات، كنت يعني ما بحب أعمل قطاعات. هلأ خلاص يعني كسرت حاجز الخوف، وصرت أرسم بلوكات، وصرت أرسم القطاعات. ويمكن التحدي اللي أخذته أكبر في الورشة دي إني أخذت البلوكات وعملت عليها سورش كبير، وصرت أرسمها. فيعني خطوة بخطوة بتصيري بتكسري حواجز وخوائف كنتي أنت خايفة منهم في الأول. فيعني أكبر شيء هو ده اللي أخذ نقلة كبيرة إلي، يعني كسر الخوف، وكمان المتابعة، وإنك تكوني يعني في الورشة الأخيرة دي استوديو تيم. تعلمنا إزاي بنشتغل مع تيم، إزاي يكون عندنا يعني فكر موحد واحد، إزاي بنسأل بعضنا، بنساعد بعضنا. يمكن كانت مرات ظروفي أنا ما بتسمح، فبتشيل علي الباشمهندسة هينار أو بالمشمزة جيهان أو خضرة. فبصراحة كانت تجربة أكثر من رائعة، وبحب أشكر أستاذ باشمهندس محمد على هاي التجربة، عشان الصراحة فرقت معانا كتير. احنا اللي حابين نشكرك والله يا باشمهندسة أمينة. آخر سؤال هوجهه لك، فرق الخبرة معاكي بين مثلا أول ورشة انضميت لها اللي هي ليفل 1 وعبال ما وصلتي للاستوديو تيم، ايه فرق الخبرة اللي انت حسيتي بيها ما بين كل ورشة والتانية؟ يعني هل مثلا ليفل 1 بالنسبة لك زي ليفل 2، هل زي الاستوديو تيم في الخبرات اللي اكتسبتيها، ولا كل ليفل كان ليه خبرة جديدة؟ كل ليفل ليه خبرة جديدة، وكل ليفل يعني بتتعلم إشي جديد. وما شاء الله، يعني زي ما قالت الباشمهندسة خضراء، يمكن بعدين كل الحاجات اللي خدناها مجانيا. يعني احنا دفعنا جائزة القسط الأول، وبعدين صرنا كل الورشات بندخل عنها وبنتحفز، عشان خلاص احنا عرفنا السيستم. فصار ما بياخد الشغل معي الوقت زي الأول، فهمان علي؟ يعني في الأول كنت باخد وقت كتير عشان أنجز في الشغل، بس هلأ خلاص الحمد لله صارت عندي خبرة، وصرت أعرف كيف أنظم البلوكات، وكيف أسير يعني البروجكتس من الأول للتالي. فبصراحة هي ورشة متكاملة، ويعني زي ما بنقول، ما رح نوفي حق البشمهندس ولا حقك أنت يعني من الدعم اللي احنا اللي كلك اديتونا ذوق إياه. أمينة، بجد كلك ذوق، وأنا بشكرك جدا جدا حضرتك وباشمهندسة خضراء على كلامها. جزاكم الله كل خير على المجهود اللي انتوا بذلتوه في الورشة. أنا بس حابة أشرح للمشتركين، شكرا طبعا لمشاركتكم أولا،
حابة أشرح للمشتركين إيه فكرة التيم ستوديو. طبعا ده مش ليفل أي حد بيوصله، ده بيوصله بس الملتزمين معانا في الورشة. بعد ما بيخلصوا ليفل 2 أو الأدفانسد ليفل عندنا، وبيلتزموا في الحضور وتسليم الشيت الخاص بيه، بنحب نعمل لكم فكرة أكنكم تيم وورك أو فريق عمل شغال بقى في مكتب. طبعا في المكاتب حضراتكم عارفين أنتم مش بتمسكوا مشروع كامل لوحدكم، أو مش بتمسكوا الشغل بكل خطواته لوحدكم، أنتم بتبقوا شغالين مع مهندسين تانيين. ودي الفكرة اللي احنا بنحققها معاكم. بعد ما بتخلصوا الأدفانسد ليفل بندخل بقى على تيم ستوديو، أكتر مجموعة يعني منظمة ومتشابهة، بنجمعهم مع بعض في جروب واحد وبنقدم لهم مشروع وبيبدأوا إن هم يشتغلوا عليه from the scratch، من أول البلان المعماري لحد اللي حضراتكم شايفينه ده، وبيعملوا كل حاجة مع بعض كأنهم تيم حقيقي شغال في مكتب، وبيتابعوا مع الباشمهندس خطوة بخطوة في التسليمات والتاسكات. ودي بقى مرحلة النفس الطويل، يعني انتوا مش هتوصلوا لها إلا إذا كنتوا عديتوا معانا في الورشة بمراحل كتير جدا جدا جدا، من المتابعة ومن تسليم التاسكات ومن التعديلات. قبل بقى ما بتوصلوا للليفل دي بتبقوا فاهمين كل حاجة في سيستم الورشة، مش محتاجين، يعني عايزه اقول لكم هم مش بيحتاجوا يرجعوا لي كخدمه عملاء اساسا. انا التيم ده انا ما اعرفش عنه حاجه، انا بس بدخل لهم على الجروب بهزر معاهم مش اكتر من كده. غير طبعا المشتركين مثلا في ليفل 1 بيكون اسئلتهم كتير، بيكونوا حاسين شويه ان هم تايهين، مش فاهمين سيستم الورشه، الملفات كتير، هو ليه ما فيش بلوكس جاهزه نشتغل منها. كل الحاجات دي انا ببقى مستوعباها. الأسئلة بتبتدي تقل شوية في الليفل 2 اللي هو الأدفانسد، بيبقى شوية اكتسبنا خبرة في الورشة، بيبقى فيه أسئلة وكده، بس عبال بقى ما بنوصل للتيم ستوديو ده حضراتكم بتبقوا حرفيا بروفيشنال زي الشغل اللي معروض قدامكم. مش هطول على حضراتكم أكتر من كده، أنا بس هعلن عن حاجتين مهمين جدا جدا لكل اللي هيلتزموا معانا بتسليم ورشة تاسك الكلاسيك اللي هيطلب منكم، وهو ان انتوا اولا هنكمل تطبيق التصميم اللي بدأتوه مع باشمهندسة ايمان في بداية المحاضرة، ده اول تاسك مطلوب منكم. تاني تاسك مطلوب منكم بعدها ان هنختار تصميم كلاسيك عشوائي من على النت ونبدأ ان احنا ننفذه بنفس فكرة النسب اللي باشمهندسة إيمان شرحتها لنا، وهيكون في تسليم للتاسكات دي يوم الخميس إن شاء الله، هنسيب لحضراتكم مهلة 3 أيام للتسليم، ويوم الجمعة هيكون في متابعة علشان خاطر نصلح الأخطاء اللي موجودة في التاسكات. باشمهندس محمد إن شاء الله بنفسه هو اللي هيراجع معاكم التاسكات، ونتعرف بقى على الأفكار المختلفة اللي حضراتكم جبتوها بنفسكم واشتغلتوا عليها، ونعدل فيها مع بعض ان شاء الله. اللي هيلتزم معانا بتسليم التاسكات اولا هينضم معانا لورشه الخير 3 بتكلفه مخفضه، وهوضح لكم ايه هي ورشه الخير 3 على جروب الواتساب، وكمان هينضم معانا للورشه المدفوعه بتاعتنا اللي جزء منها كان عرضوا ليكم حاليا باشمهندسه خضراء وباشمهندسه امينه، هينضم للورش المدفوعه بتاعتنا بخصم 50% من تكلفتها الأصلية. احنا عادة الخصومات دي مش بنعملها غير فترة رمضان بس، لأن احنا بنعتبر إن رمضان ده شهر الخير علينا كلنا، فمش بنهتم نهائي والله بتكلفة الورشة قد ما بنهتم إن احنا بنتوجه لعمل الخير كلنا وحضراتكم معانا طبعا. فهيكون في تكلفة خصم 50% من تكلفة الورشة للملتزمين بتسليم التاسك، يقدروا بقى يدخلوا ليفل 1 ثم ليفل 2 الادفانسد، وان شاء الله يتدرجوا معانا للتيم ستوديو زي باشمهندسه خضراء وباشمهندسه امينه ان شاء الله. بشكركم جدا على حضوركم، بشكر المحاضرين على المجهود الجبار اللي بذلوه، باشمهندسه انجي، باشمهندسه ايمان، باشمهندسه اسماء، كل الشكر والتقدير ليكم على المحتوى النظري الاكثر من رائع اللي بجد عمل تغذيه بصريه رائعه لينا كلنا، انا متاكده من كده، وباشمهندسه ايمان على الشرح السلس البسيط جدا للنموذج النهارده، بجد كل الشكر لحضرتك، وكل الشكر لباشمهندسه خضرة وباشمهندسه امينه على البرزنتيشن اللذيذ جدا اللي انتم عرضتوه علينا في نهايه المحاضره ختامها مسك، وشكرا باشمهندس محمد الكاشف، ونتمنى لك الشفاء العاجل، شفاك الله وعافيك يا رب.
شكرا جدا لحضوركم والتزامكم معانا في حضور المحاضرات. هبعت لحضراتكم لينك واتس بوست على الفيسبوك تثبتوا فيه بس حضور، هتكتبوا اللي حضروا معانا المحاضرة الأولى والثانية والثالثة. كلمة إضافية على كلام الأستاذة دوحة، طبعا أنا بشكر كل الدكاترة الأساتذة اللي حضروا معانا في الفصول الوردة. أيوة أنا بحبك جدا دكتورة داليا، دكتورة أفنان، شكرا جدا على حضوركم، أنا بحبها جدا إن أنا نسيت نقطة زي كده، بعتذر جدا جدا. وطلبت حضراتكم اللي شرفونا بحضور الورشة، هبعت لحضراتكم لينك فيسبوك نكتب فيه، لو حضرنا الثلاث محاضرات هنكتب فيه حضور واحد، حضور اتنين، حضور تلاتة، عشان نثبت حضور الثلاث محاضرات، عشان تقدروا حضراتكم تستفادوا بأي عروض احنا بنقدمها لحضراتكم من الآن. كل الشكر لحضراتكم وتصبحوا على ألف خير. بلا زحمة بس ممكن نسيسه. بعد إذن حضراتكم بس حابب أضيف حاجة قبل ما الزوم ما يخلص. طبعا النموذج اللي حضراتكم شفتوه على الزوم الخاص بالورشة التيم الباشمهندسة عنا والباشمهندسة خضر ده مشروع من ضمن 3 مشاريع في مجموعات تانية بالفعل هم عملوا نتائج أكتر من رائع. إحنا حبينا نعرض اللي هو أكتر حاجة ليها علاقة بموضوع الورشة اللي هو الكلاسيك، من نسبة الكلاسيك والتصميم بيجي ازاي. فان شاء الله باذن الله بعد ما تخلص فرصه رمضان هتشوفوا التطبيقات الخاصه بالمجموعه الثانيه، المجموعه الاولى والثالثه والرابعه. إن الحمد لله بفضل ربنا مفيش مشترك، المشتركين معانا كل اللي بيخلص فرصه المستوى المتقدم او الادفانتج بيوصل للمستوى ده. لان انا ببقى مبسوط جدا لما هم بيجتهدوا وبيراعوا المجهود اللي بنبذله مع حضراتكم. انا بس بحاول اتكلم عشان بس مش افضل حاجه. فاحنا بس زي ما قلت لحضراتكم انا بس جدا لما بلاقي ناس بتلتزم، وده اللي انا اتعلمته في الكليه من الدكاتره الافاضل، بس دكتوره داليا، دكتوره داليا ودكتوره افنان، وفي دكاتره كتير جدا طبعا. وكل انسان بيجتهد وبيحاول ما هو يسعى ان يوصل لافضل حاجه لازم يتعب، لازم يقدر مجهود قيمه الوقت علشان حضراتكم تقدروا توصلوا للنتيجة اللي انتوا عاوزين توصلوا. وشكرا لحضوركم جميعا، وأشوفكم إن شاء الله يوم الجمعة وأشوف النتائج التطبيقات يوم الخميس إن شاء الله. ألف سلام عليك يا باشمهندس، كل الشكر لحضرتك وشكرا لحضوركم جميعا، رمضان كريم علينا كلنا، السلام عليكم ورحمة بلا الله. زحمة.